بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. لا بجد، هو مين صاحب الكورة في مصر؟ وما كل هذا الغموض؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقة 821، جاية في توقيت أعتقد شديد الأهمية للنادي الأهلي وجماهيره، لكن كمان المهندس عدلي شايف فيها كثير من الغموض. خير يا استاذ ابراهيم، هو في جواب واضح عن اي مشكله كرويه او اي ظاهره كرويه او اي قلق بشان الكره المصريه او نادي يكون له مصلحه ولا يستجاب لها؟ في حد بيديلك جواب بسيط مختصر شفاف واضح؟ مفيش. طب في حد بيساند الانديه المصريه وهي تكافح في افريقيا؟ مفيش. في حد بيقول لك اللجنه دي مسؤوله عن كذا واللجنه دي مسؤوله عن كذا واللجنه، كله يتداخل وقت ما يبقى في لزوم للتداخل، وكله ينفصل وينعزل وقت ما تكون المصلحه بتقتضي هذا. امر غريب جدا جدا جدا، والحقيقه انا مش فاهم يعني كيف نتوقع ان تتطور الكره المصريه.